تحية طيبة سيداتي سادتي من ضريح محمد الخامس، حيث يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفلا دينيا إحياء للذكرى 24 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. ويجسد تخليج هذه الذكرى التي تأتي أياما قليلة قبل الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة وذكرى عيد الاستقلال إرادة راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة والترحم على روح قائد فذ وعاهل متبصر قاد دفة الأمة لمدة 38 سنة، ترك خلالها بصمته في النصف الثاني من القرن العشرين باختياراته الموفقة وقراراته الحاسمة، حقق من خلالها تنمية اقتصادية واجتماعية للمملكة عكستها الإصلاحات العميقة التي قام بها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب في مصاف البلدان العصرية والصاعدة. والشعب المغربي وهو يخلد الليلة الذكرى 24 لوفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لا يفخر وهو يشاهد ويلمس جهود وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل العمل الدؤوب من أجل وضع المغرب على سكة القرن 21 مع ما يتطلبه ذلك من عصرنات وتحديث عنوانهما الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوب بها، وتعزيز مغربية الصحراء على الساحة الدولية والنهوض بالصحراء وجعلها قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية، محافظا بذلك على مسيرة البناء لاستكمال المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي جعله جلالة الملك حفظه الله عنوان هذه المرحلة من تاريخ الأمة لتكريس مكتسباتها والرقي بمؤسساتها ودعم التقدم الذي تنشده البلاد بما يستجيب لحاجيات المواطنين. فقد كان المغفور له الحسن الثاني ملكا عظيما خلد اسمه في صفحات كتب التاريخ بماء الذهب. Yeah.
يا ولا يرجعون
Yeah.
مشاهدي وأبي حفص وكمامتي بقصة سارية الخرج وأبي عبيد النورين مستهدي مستهدي البهج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج وعلى سبطان وأمهما وجميع وقرابته وحفاة الإدر بلا عوج وعلى زباعهم العلماء بأوالف دينهم البهج يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالفرج وارحم يا أكرم من رحم أبدا عن بابك لم يعج واختم أملي بخواتمها لأكون غدا في الحاجة لكني بجودك معترف وأبى بمعاذير حججي وإذا بك ضاق الأمر فقل بجدي أزمة تنفرج يا من إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، إن ربنا لشكور حليم. نحمدك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد والشكر والثناء الحسن الجميل، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا أنت ربنا خلقتنا ورزقتنا وألهمتنا طاعتك وعبادتك وشكرك، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك ختمت به رسالاتك وتوجت به نبواتك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين.
اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المشهودة المباركة المحمودة، ونضرع إليك اللهم متوسلين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، مستمسكين بحبلك، معولين على طولك وحولك، أن تشمل بجميل عفوك وجزيل فضلك من آثرته بجوارك وأسكنته دار قرارك، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني الذي بذل جهده وأفرغ وسعه في بناء المغرب الحديث بناء شامخا، وجعل فيه الأمن والاستقرار والسلام ثابتا راسخا، حتى غدا عماد الدين محفوظا راسيا وبنيان الوطن مرفوعا ساميا، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به إماما عن رعيته وحاكما عن شعبه ودولته. اللهم إنا نسألك أن تغمر قبره برحماتك وتغدق عليه من بركاتك، ونسألك اللهم أن تنور ضريحه وتحيطه بألطافك الخفية وتجزل له من عطاياك السنية، وتفتح له من أبواب هباتك العلية، وتجعله في رفقة صفيك وخليلك جدك المصطفى صلى الله جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم كما شرفت مقداره في الدنيا فأعل مقامه في الآخرة، واجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرمه بالحسنى وأسكنه الفردوس الأعلى، ومتعه اللهم بالنظر إلى وجهك العظيم والقرب من رسولك الكريم، ونسألك اللهم أن تشمل بجميل إحسانك وسني كرمك والده المنعم الذي جاهد بنفسه وماله وكل ما كان يملك من أجل تحرير وطنه جلالة الملك محمدًا الخامس قدس الله سره. اللهم أمطر على قبره شآبيب رحمتك وتوله بحسن ولايتك، وانصر اللهم وارث سرهما المحافظ على إرثهما السائر على طريقهما والسالك لنهجهما مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمدًا السادس. اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بك اللهم أن يؤتى من تحته. اللهم احفظه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي كل حين وعلى كل حال يا رب العالمين. اللهم أدم عليه حفظك ولطفك وسترك يا حفيظ يا لطيف يا ستار يا غفار. اللهم كن معه وله في حله وترحاله، وأسبغ عليه نعمك ظاهرة وباطنة، وأفض عليه من ساطع أنوارك، وأحضه بفيوضات أسرارك، وألبسه اللهم لباس العافية، وبوئه المكانة العالية والمنزلة السامية، وأقر اللهم عينه بولي عهده صاحب سمو الملك الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملك مولاي رشيد وسائر أسرته الشريفة يا رب العالمين. وارحم اللهم جميع من توفيته منا، وألحقنا بهم مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين، وكريم الختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اصل على سيدنا محمد الفاتح لما في خوفاته لما سبق العصر الحق بالحق والهادي الى صراط مستقيم وعلى آله حقه ومكاره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل حفلا دينيا بمناسبة حلول الذكرى 24 لوفاة فقيد الأمة المغربية جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. حفل ديني تم خلاله تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح للثناء على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة للعلي القدير بأن يتغمد الملك الراحل الحسن الثاني برحمته ويسكنه واسع جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على الملك محمد الخامس وينير طريق جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويسدد خطاه ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ومواصلة مسيرة النماء من أجل صالح الأمة المغربية والسلم والوفاق الدوليين. وبفضل السياسة الحكيمة والمتواصلة لجلالة الملك نصره الله أضحى المغرب منارة بين الدول، مغرب حداثي متجدد وملتقى الحضارات بين الشرق والغرب وصلة الوصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية. هي ذكرى يقف فيها المغاربة بكل إجلال وتقدير أمام المنجزات العظيمة التي حققها الملك الراحل الذي أبان عن عبقرية فذة ونبوغ منقطع النظير إذا تمكن رحمه الله من التأسيس لدولة عصرية وشجع ثقافة السلم في علاقة المملكة بالعالم، فكان طيب الله ثراه من عظماء العالم في القرن العشرين، مخلفا وراءه إرثا دبلوماسيا غنيا وزاخرا بالدروس من أجل تكريس مبادئ السلام والوفاق. وقد كان رحمه الله رائد المدرسة الحسنية التي تلقى فيها المغاربة دروسا في التشبث بالوطنية الحق وفي التحلي بمبادئ الوسطية والاعتدال. فجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه لم يكن فقط وراء وضع سياسة تنموية ترتكز على مؤسسات قوية وعصرية، وقد كان صانع السلم الاجتماعي بالمغرب. إلى هنا نودعكم وإلى اللقاء.